الفتره دي فتره متعبه قوي لينا احنا كأهل وكمان للولاد. ازاي نقدر ان احنا نصاحب البنات؟ طبعا يعني الموضوع خطير يعني صحيح. بجد كل البيوت اعتقد بتعاني من المشكله دي. مشكله سن المراهقه هي يمكن اكتر حاجه بيفكر فيها الاباء والامهات. بس احنا يعني عايزين نقول ان احنا عايزين نبدا من بدري شويه. يعني عايزين نبدا من وهم لسه بيبي، يعني مش لما نلاقيهم كده بدأوا يردوا، بدأوا يتكلموا، بدأوا يسألوا، بدأوا ما يسمعوش الكلام وبدأوا. فاحنا لا، احنا عايزين الموضوع يبقى يعني من الأول. ليه؟ لأن احنا عايزين نقول ان هو موضوع العند اللي بيكون موجود في فترة المراهقة ده بيكون وليد التنشئة الاجتماعية. يعني مش كل الشباب بيمروا في مرحلة المراهقة بالعند. مش سمة، لا مش سمة مرحلة، لا 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 مش سمة. يعني احنا هنقول ان هو ممكن تلاقي ان في بعض الفروق الفردية كده مثلا، بس ده بيكون ناتج من عملية التنشئة الاجتماعية. ما عايزين نقول ان في حاجة خطيرة جدا احنا كلنا بنغلط فيها، وانا نفسي بغلط فيها، وكل الناس في عملية التنشئة الاجتماعية، ان احنا دايما بنعامل الولاد على ان احنا جهة تربوية. صحيح. دايما بنديهم اوامر، دايما احنا عايزين نقول ان هي فعلا حتى علميا عمليه التنشئه الاجتماعيه بتتم من خلال مؤسسات مقصوده، او يعني اماكن مقصود فيها عمليه التنشئه دي، وحاجات تانية غير مقصوده. يعني زي مثلا لما بقول المدرسه، الاسره، دي حاجه اساسا ملزمه ان يكون فيها عمليه تنشئه اجتماعيه. هو رايح المدرسه وعارف انه رايح يتعلم، ورايح المدرسه وعارف ان هو هياخد نوع من التعليم وهياخد نوع من التوجيه. صحيح. في الاسره معروف ان الاب والام هم وظيفتهم التربيه والتعليم والنصايح فدي حاجه ملزمه. في حاجات تانية ممكن ياخدها من التلفزيون، ممكن ياخدها من النادي، ممكن ياخدها من اصحابه. احنا عايزين يبقى دايما في عمليه في البيت بالذات ما يكونش فكره الالزام هو دايما توجيه. ليه؟ لأن هي عملية يعني التنشئة الاجتماعية الصحيحة بتكون عن طريق المحاكاة. هي خلاص هو بيقلد، بدليل إن احنا ممكن نلاقي الطفل عنده سنتين أو البنت هتلاقيها بتقف قدام المراية وتقلد مامتها وتلبس الشوز والشنطة وخلاص. هي دي محدش قال لها تعالي اعملي كده، هي شافت وقلدت. بتلاقي البيبي الصغير بيفرد جات الصلاة ويصلي، محدش قال له تعالى صلي. صح. كل دي عملية محاكاة. طيب أنا عايزة ولادي يعملوا إيه؟ فأنا بعمل، بس ما بوجهش. يعني ما بقولش اعملوا كذا، بس في محطات لازم بنقف عندها. ما أنا هقول لحضرتك إحنا لما بنقول كده، إحنا لما بنقول إن إحنا هم بيعملوا زينا، هم بيكتسبوا الخبرة. إيه الفرق بقى بين الطفل اللي أنا بوجهه وبمنع عنه كل المشاكل اللي موجودة في البيت، وبين الطفل اللي بيعيش حياة الأسرة؟ في يعني في حاجه خاطئه كده، ان احنا عندنا الاسر المصريه يقوموا يعني لما يكون عندهم مشكله، انا لما بكون بواجه مشكله المفروض ان انا ما اقولش لولادي، المفروض ان انا ما يشاركونيش في المشكله دي، وخاصه لو انا مخطئه. ما احنا عايزين نقول ان الاب والام احيانا في الاسره بيتعاملوا على انهم ملايك. بيوجهوا للولاد. بجد انا فعلا بقولها دي حقيقه. طب ازاي؟ ما هو كده دايما عنده مشاكل، عنده سلوك ممكن يكون غير مقبول، فهو هيحاول دايما ان هو يخفيه، او البنت هتحاول ان هي تخفيه. وخاصه كمان ان احنا عايزين، ده احنا نقول البنات اكتر، لان احنا في موروثنا الثقافي ان هم لازم يبقوا ملايكه. ما ينفعش البنت دي تغلط ابدا ولا تتكلم كلمه غير لائقه ولا. فاذا هم بالطبع هيبداوا ان هم يبقى في فجوه. لا، انا عايزه اقول ان احنا لما يحصل عندي مشكله انا عادي ان انا اعرضها على اولادي، حتى عشان يكتسبوا خبره. بس يعني انا احب ان هم يشاركوني في حل مشكلتي، واحب انهم يقولوا لي انت كان المفروض مثلا تعمل، طب انتوا رايكم ايه؟ طب انتوا على فكره المفروض ده بيحصل من هم اطفال، بس حسب السن. يعني انا بدي السلوك اللي المفروض ان انا عايزه اوصله للطفل ده حسب سنه. يعني مش هقدر ادخله في مشكله كبيره قوي ممكن يحصل له حاله نفسيه، انما ابدا اعلمه ان هو مثلا فكره تحمل المسؤوليه. مفيش مشكله ان هو عنده 5 سنين او 6 سنين يدخل السوبر ماركت ويبدا ان هو يعرف ازاي يختار حاجه هو عايزها وحاجه واحده. يعني انا بحدد له، انا كده بحمله على فكره مسؤوليه. مسؤوليه صحيح. وازاي هو ياخد مثلا